بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسقاهم ربهم شرابا طهورا اللهم تقبل هذه البير بقبول حسن واجعلها صدقة جارية ورفع درجات المتبرع الكريم في الدارين واجز مثوبته وعظم أجره اللهم بارك فيهم وفي أهاليهم وذرياتهم اللهم بارك في أرزاقهم وبارك في أعمارهم واستعملهم في كل خير وارزقنا وإياهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وأسكنا من أنهار الجنة آمين يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين ورحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين Vamos a ver.